نشرة الخامسة من التلفزيون المصري، مرحبا بكم ومرحبا بك فاطمة. مرحبا بك جوهر. سادة وسادة أهلا بحضرتكم، وبداية النشرة بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية ويؤكد أهمية التنسيق لتدعيم التجارة البينية بين دول القارة. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 11,180 شهيدا، وتوقف مستشفيات شمال القطاع تماما عن الخدمة. إلى التفاصيل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، مؤكدا أن القارة السمراء لديها قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية 2023، والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء. عامرة بالخيرات، مليئة بالثروات وغنية بمواردها البشرية، القارة الإفريقية بها الكثير من العناصر تؤهلها لتنطلق إلى آفاق التنمية الرحبة بما يعود بالخير على أبنائها ويحسن من مستوى معيشتهم. وفي محاولة لتعظيم الاستفادة مما تحويه القارة الذهبية من موارد وثروات، يأتي تنظيم معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية الذي افتتحت نسخته الثالثة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ليكون فرصة لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية في مجال التجارة والاستثمار. مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية. بنتكلم على قدرات اقتصادية هائلة، بنتكلم على موارد طبيعية ضخمة جدا، سواء في كل المجالات، لو اتكلمنا في الزراعة، لو اتكلمنا في التعدين، كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعا، وطبعا بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع. وكعادتها، فإن مصر دائما ما تساعد وتدعم وتقدم كل أوجه العون الممكنة لجهود تنمية القارة الإفريقية وتحقيق التكامل بين شعوبها. مصر دائما بتحاول أن هي تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس، مش لأن احنا في أفريقيا زي ما انتوا شايفين القدرات موجودة والإمكانيات موجودة، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الأمر. وبالتالي احنا في مصر دايما حريصين على احنا نقوم بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات. المعرض ومن خلال مبادراته المتعددة يتيح المجال لإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاد ب55 دولة وتشكيل سوق إفريقية موحدة قوامها 1,300,000,000 نسمة. دعونا نتفق أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمي من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة. المؤتمر الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار الربط بين الأسواق الإفريقية، تم خلال فعالياته توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات بين حضوره من الجهات والمؤسسات لبناء الجسور وتعزيز التجارة والاستثمار والمنافسة والملكية الفكرية. إن عقد وإبرام الكثير من الاتفاقيات هو أيضا أمر مذهل ورائع. اليوم شعارنا هو أننا نربط الأسواق الإفريقية، وسوف ننتقل من ربط الأسواق الإفريقية إلى جعل الأسواق الإفريقية سوقا واحدا ضخما مقداره 1.3 مليار نسمة.
في معرض التجارة دائما ما نتوقع أن يتم إبرام عقود جديدة وأن يكون هناك اتفاق على مشاريع جديدة، وذلك من خلال أيضا العارضين الذين يقدمون منتجاتهم ويقوم زوار المعرض بزيارتهم. وفي المؤتمر تم إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء كنافذة لتعزيز مساهمات الشركات الإفريقية في البنية التحتية ومشاركات القطاع الخاص في جهود التنمية. تعمل المنصة على الآتي: أولاً، معالجة فجوة التمويل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية. ثانياً، سد الفجوة المعلوماتية من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين. ثالثاً، معالجة فجوة المهارات عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة. وعقب المؤتمر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور معرض التجارة البينية الإفريقية الذي يعد فرصة للمشاركين فيه من الهيئات والشركات والأفراد لعرض البضائع والخدمات والفرص الاستثمارية. معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية وغيره من الفعاليات الهادفة لتعزيز الروابط البينية بين أبناء القارة السمراء يعمل على الاستفادة من الثروات والموارد والقوى البشرية ليتحول المستحيل إلى الممكن، وللحاق بركب تنمية تخلفت عنه القارة لعقود، وليتحقق على أرض دولها ازدهار يعود بالخير على الشعوب. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من مقر المعرض الإفريقي للتجارة البينية عبد الحميد صقر، مراسل أخبار مصر. مرحبا بك عبد الحميد، ما هي أبرز فعاليات المعرض وتفاصيل الدول المشاركة أيضا أهم الأجنحة والعارضين؟ أحييك محمد وكل مشاهدي الأخبار، وأؤكد عليه اليوم هو بعد افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه شكر لسيادته من بنديكت أورام رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والتصدير، والتأكيد على يعني ما قدمته مصر من استضافة هذه النسخة الثالثة من هذا المعرض، والتي كادت أن لا تخرج إلى النور لولا استضافة مصر لها بعد اعتذار الدولة المضيفة لها في غضون 18 استطاعت مصر أن تستضيف تلك النسخة. وأؤكد لك زميل محمد أن عدد النسخة الأولى التي استضافتها مصر لأول مرة لهذا المعرض، المعرض الإفريقي للتجارة البينية، كانت عام 2018، وقد نجحت ولقت نجاحا ورجاء كبيرا من حيث عدد المشاركين وأيضا من عدد التفقيات التي خرجت من هذا المعرض. هذا المعرض يأتي استكمالا لسلسلة النجاحات والمفاوضات في اتفاقية التجارة الحرة، خاصة بعد نجاح وانتهاء المرحلة العشرية الأولى، والتي تتحدث عن التنمية الشاملة داخل أفريقيا 2063، وأيضا هذه المفاوضات لأيضا استكمال مسيرة التنمية داخل أفريقيا من خلال تلك الاتفاقية وتحرير التجارة البينية بين الدول الإفريقية وإزالة العواقب الجمركية بين تلك الدول. هناك عدد من الاتفاقيات تمت على هامش هذا المعرض، كان منها المنصة الإلكترونية التي تحدثت عنها الوزيرة رانيا المشاط، وأيضا ما بندكت أوباما، وأكد على أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية من خلال تلك الاتفاقية وتلك المنصة الإلكترونية أيضا للهندسة والتسويق التجاري، والتحدث أيضا عن خلال هناك بعض الورش العمل التي تقام الآن داخل على هامش هذا المعرض، وتتحدث عن الفرص الاستثمارية الواعدة سواء في الدول الإفريقية أو في مصر. وهناك عدد من المستثمرين الذين يؤكدون على التواصل وإيجاد فرص داخل أفريقيا من خلال هذا المعرض، وأيضا التحديث أيضا على الوصول إلى العمق الإفريقي عبر هذا المعرض. الزميل عبد الحميد صقر مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مقر المعرض الإفريقي للتجارة البينية.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة وقصفها المدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهد وأصيب العشرات خلال الساعات الماضية جراء استهداف عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة برا وبحرا وجوا. وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع ضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 11,180 شهيدا، بينهم أكثر من 4,600 طفلة، فضلا عن إصابة أكثر من 28,000 آخرين. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إضافيين في شمال غزة، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي في صفوفه إلى 45 جنديا منذ بداية هجومه البري على القطاع نهاية الشهر الماضي. وتبلغ الحصيلة النهائية للقتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي 363 جنديا وضابطا، إلى جانب 59 شرطيا وعشرات أفراد من جهاز الأمن العام الشباك. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأونروا نفاد جميع الوقود من مستودعاتها في قطاع غزة، محذرة من توقف جميع العمليات الإنسانية في القطاع في غضون 48 ساعة ما لم يتم إدخال الوقود. يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة خروج جميع المستشفيات في شمال القطاع عن الخدمة مع استمرار حصارها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة أن أكثر من 30 مريضا من مستشفى الشفاء بينهم أطفال توفوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المستشفى. استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والسفير التركي في القاهرة سفينة مساعدات تركية لدى وصولها ميناء العريش البحري، وتحوي السفينة 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف عمليات ووحدات عناية مركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات الميدانية. هذا وقد نظمت مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني الأهلي التنموي والشركة المتحدة قافلة مساعدات إلى الأشقاء في غزة. وقالت بثينة مصطفى المتحدث باسم مؤسسة حياة كريمة إن القافلة تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني. عدوان غاشم على المدنيين لم يستثني الأطفال أو النساء أو حتى دور العبادة والمستشفيات، ومن هنا من أرض سيناء الباسلة بنعلن دعمنا الكامل لأهلنا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة، ودفعنا عن حقهم في الحياة وفي التمسك بأرضهم وتاريخهم. الحقيقة مؤسسة حياة كريمة وهي مؤسسة قوامها كله من الشباب المتطوع، بنقول عليهم دايما الجدعان، واللي من بداية الأزمة وبالشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني موقفوش ولا يوم عن تجهيز كل ما يحتاجه أشقائنا من المساعدات المطلوبة، مواد غذائية ومياه ومستلزمات صحية وأدوية. مؤسسة حياة كريمة قدرت توصل أكتر من 2000 طن من المساعدات لقطاع غزة، 66 شاحنة قدرت تشق طريقها لأشقائنا تحت شعار من إنسان لإنسان، وده شعار المؤسسة. كمان أطلقنا أكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في كل محافظات الجمهورية، وخصصنا حسابات المؤسسة في البنوك المصرية بالكامل لتلقي التبرعات من داخل مصر وخارجها. والنهاردة وإحنا معاكم هنا جايين ومعنا قافلة جديدة، ومكملين بكرة وبعده وبعده وكل يوم لحد ما نرفع المعاناة عن إخواتنا في فلسطين. وعن دورنا كشباب متطوع، إحنا موجودين هنا من شهر تقريبا بنبذل كل جهد مطلوب لتوفير المساعدات والإغاثات العاجلة لإخواتنا. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العريش مراسل أخبار مصر حمادة العربي. حمادة، دعنا بداية في المشهد لديك الآن. تحياتي فاطمة لكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل المشهد اليوم عبر بصدق عن إحساس كل المصريين. قوافل إغاثية تأتي إلى مدينة العريش محملة بدعوات كل المصريين بأن يعني يفك الله الكرب عن أهل غزة وأن تقف آلة الحرب التي تدمر كل شيء في قطاع غزة بشكل كبير. القافلة التي جاءت قافلة في معناها الأكبر، هي معنى رمزي يعبر عن إرادة كل المصريين، كانت تحمل ما يقرب من 6
التي شاحنات تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقافلة أخرى تتبع مؤسسة حياة كريمة بها ما يقرب من 15 قافلة محملة جميعها بالمواد الغذائية والمواد الدوائية لنجدة أهلنا في قطاع غزة، خاصة مع نقص الإمدادات التي تدخل إلى القطاع بعد وجود عدد قليل من الشاحنات الذي يدخل يوميا مقارنة باحتياجات القطاع. إذا تحدثنا عن 100 شاحنة أقل أو أكثر، القطاع يحتاج ما بين 200 إلى 500 شاحنة طبقا لتصريحات خاصة من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، المشهد اليوم شهد أيضا وصول الباخرة التركية المحملة بكميات من المساعدات وعدد كبير من الأطباء المتواجدين على متنها، إضافة أيضا إلى تدشين ما يقرب من 20 مستشفى ميداني. من المفترض أن تكون هذه المستشفيات داخل قطاع غزة أو بالخارج عند معبر رفح المصري إذا ما تم السماح بدخول أعداد كبيرة من المصابين. القوات الاحتلال تتعنت في إدخال المساعدات وتتعنت أيضا في إخراج المصابين من قطاع غزة، وما زال القصف الخاص بالمستشفيات مستمر وتدمير للبنية التحتية وسيارات الإسعاف وأيضا سيارات الدفاع المدني ونقص شديد في سبل الإعاشة. فقوافل اليوم والأمس وكل تلك القوافل سواء من مصر أو من مختلف الدول تعبير صادق عن إحساسهم بالمعاناة للشعب الفلسطيني، وربما يحتاج هذا الإحساس لأن يكون قويا بما يكفي أمام العالم ليدع أو ليفصح المجال أيضا لإيقاف الحرب والوصول إلى هدنة مستدامة التي لطالما ندت بها القيادة المصرية والشعب المصري ومختلف الشعوب التي ترى بأم عيونها ما يحدث للفلسطينيين من كارثة إنسانية، سواء في التهجير القسري، سواء في التجويع لأهالي قطاع غزة، في نقص المياه الشديد ونقص المواد الغذائية داخل القطاع، وقصف حتى المخابز والمزارع التي كانت يعني بالكاد تكفي أهالي القطاع طوال فترات الحصار التي امتدت على مدار سنوات طويلة مضت. غزة ما زالت تنزف وما زالت تعاني، ونحن نصل إلى 38 يوما من المعاناة الحقيقية دون توقف لآلة الحرب المستمرة داخل القطاع. حمد العربي مراسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا لك على هذه المتابعة. ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تدعو سكان جنوب لبنان إلى إخلائه، زاعما أن تصرفات حزب الله اللبناني تدفعه إلى التحرك نحو التصعيد في تلك المنطقة. وأفاد جيش الاحتلال بأن من وصفهم بمسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصابوا عددا من المدنيين، مشيرا إلى أنه رد بالمدفعية. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ناردوس بكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية أودانيباد. وخلال اللقاء أكد مدبولي أن أحد العوامل الرئيسية لنمو حركة التجارة القارية هو سرعة تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتعزيز الربط القاري. كما أكد مدبولي اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به وكالة نيباد في عدد من المحاور التي تمثل أولويات الرئاسة المصرية للوكالة، وعلى رأسها حشد الموارد التنفيذية لمشروعات البنية التحتية التي تساهم في عمليات الربط القاري، مشيرا في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسألة الربط القاري. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة وحل مشكلة المستثمرين الحاليين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، حيث تم استعراض الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة خاصة للمستثمرين الصناعيين في إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير في إطار اهتمام الدولة بالاستعداد لافتتاح المتحف وضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري وتحسين الصورة البصرية استعدادا لهذا الحدث. وخلال اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وجه مدبولي بالاهتمام بزيادة أعمال الزراعة والتشجير على جانبي الطريق الدائري مع ضرورة اختبار أنواع الأشجار التي ستتم زراعتها،
واستعرض الاجتماع المقترحات التصميمية لتطوير الحالة العامة للمباني وفقا للرؤية المقترحة وسبل التطوير العام لبعض أجزاء الطريق الدائري، كذلك كيفية استغلال الأراضي الفضاء. وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. كما وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. بهدف تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص لكل من يحاول استخدام العنف ضد الأطفال أو يسيء معاملتهم أو استغلالهم جنسيا أو تجاريا، جاءت موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 96. ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل وتجريم بعض الصور المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي. كذلك يهدف مشروع القانون إلى التشجيع على كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية سواء كانت تعمل في الحكومة أو القطاعين العام والخاص. كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحريات، وذلك لتهذيب سلوك الأطفال وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية. المجلس وافق على مجموع مواد مشروع هذا القانون وأرجى أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة اللاحقة. كذلك وافق المجلس وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتأتي هذه التعديلات لتتماشى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والذي حل بديلا للقانون رقم 88 لسنة 2003 في هذا الشأن. هذا وقد وافق المجلس على 3 قرارات للرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تم توقيعها مع دول ومؤسسات دولية. تعد مرحلة الطفولة أهم المراحل العمرية على الإطلاق كونها تمثل اللبنة الأساسية في تشكيل الشخصية المصرية، وعلى ذلك جاءت موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، كما أن موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تأتي في إطار حرص الدولة على دعم تلك المشروعات كونها تمثل قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني. من مجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. عقدت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اجتماعا تنظيميا مع هيئات مكاتب الحملة في جميع المحافظات وذلك بمقرها الرئيسي بالقاهرة برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي. يأتي هذا اللقاء في إطار التشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة خصوصا الشباب الذين أولت لهم الدولة اهتماما بالغا خلال السنوات الماضية. نهاية الخامسة وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد فعاليات النسخة 3 من معرض التجارة البينية الإفريقية ويؤكد أهمية التنسيق لتدعيم التجارة البينية بين دول القارة. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 11,180 شهيدا وتوقف مستشفيات شمالي القطاع تماما عن الخدمة. مسبير.إيجي للمزيد. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.